إذن هذا كان التقرير اللي أعدته زميلتنا شيماء السيابية من هناك من قرية الخوض، وهذا هو رد بلدية مسقط. توضيح من بلدية مسقط حول الملاحظات الواردة بشأن تضرر الطريق الداخلي لقرية الخوض والواردة عبر إذاعة الشبيبة. تابعت بلدية مسقط بعناية التقرير الإعلامي حول تأثر الطرق الداخلية بمنطقة قرية الخوض الذي تم بثه في برنامج مع الشبيبة. إذ تود بلدية مسقط التوضيح بأن الطريق الذي تم الإشارة إليه في التقرير يقع ضمن مجرى وادي يؤدي إلى المجرى الرئيسي لمجرى وادي الخوض، والذي قد تضرر بفعل زيادة منسوب المياه في محافظة مسقط بشكل عام نتيجة لهطول الأمطار في السنوات الأخيرة الماضية، حيث كانت البلدية تقوم بصيانته من وقت لآخر، إلا أن الأمطار هطلت أثناء إعصار شاهين وما صاحبها من جريان جارف للأودية أدى إلى إلحاق أضرار كثيرة في هذا الطريق. وقد تلفت البلدية البلدية بلاغ المواطنين في المنطقة لإصلاح الطريق، وعلى ضوئه قام مهندسو البلدية بزيارة الطريق برقة المواطن موسى بن يعقوب الراشدي من سكان المنطقة بتاريخ 31 أكتوبر 2021، وقد تم تقييم الأعمال المطلوبة للصيانة وتقدير قيمة هذه الإصلاحات حتى لا يتأثر الطريق في حالة هطول الأمطار. وعليه فقد قامت البلدية بتضمين أضرار هذا الطريق من ضمن عدة طرق متضررة في محافظة مسقط ابتداء من وحتى السيب، وستقوم البلدية بإعادة إنشائه بشكل كامل بالخرسانة عند حصولها على الاعتمادات المالية، حيث أن وجود المياه في المنطقة كما هو واضح في التقرير يحول دون صيانته ليكون طريقا إسفلتيا. وعليه تود بلدية مسقط أن تشكر إذاعة الشبيبة على الطرح الهادف، وتؤكد التزامها بتنفيذ المشاريع الخدمية حال اعتماد موازنتها أو موازناتها المالية. بداية شكرا لبلدية مسقط على تفاعلهم الإيجابي مع الطرح ومع التقرير الذي تم نشره ومداخلة كذلك المواطن، وتفاصيل كذلك جهودهم في إعادة تأهيل هذا الطريق. ويبقى الجانب المالي يمكن هو العائق، لكن أحيانا محتاجين فعلا إلى إيجاد حلول ربما تكون سريعة، حلول ممكن تكون حتى مؤقتة، لكن ما تستمر المعاناة لفترة طويلة، لأنه واضح من خلال الصور والمقاطع اللي عرضناها أنه فعلا يعني في تحدي كبير لسكان قرية الخوض في الوصول إلى أماكن سكناهم في ظل وجود هذا الطريق بالحفر الكثيرة وبتجمعات المياه. فنتمنى نسمع أخبار قريبة بالتنفيذ وببداية المشروع إن شاء الله، مشروع إعادة تأهيل طريق قرية الخوض.